Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. اليوم عيد ميلاد بابا وجبنا لها هي هون الهدايا وهلا خلينا نجهزهم مع بعض. خليكم معنا احضروا الفيديو كله. متحمسة افاجئ بابا. شوفوا شو اشتريت انا وماما. اشتريت هات انا اللي اخترته. سواري اختارت هذا القميص هو ديزاين وازرق واشتريت له هذا التيشيرت الابيض كمان هو ماما اللي اختارته هذا وهذا انا كمان في هديه كثير لبابا كنت اشتري له ابل ووتش بس تلفون بابا مش ابل قلت له جالاكسي ووتش. هلا اخر هديه لبابا وبالنسبه لي احلى هديه عطر نابليون بونابرت العلبه نفسها عليها توقيع بونابرت فرح كثير يحب هاي الهديه. سيوار اكتبي لبابا انت وماسا هون اعطيني اكتب اي شيء لبابا بدك اياه. هلا رح اكتب انا انت بترسمي هات وانا بكتب كتابي لانه ماسا ما بتعرف. خلصتوا؟ ثاني ما خلصنا كيف صح؟ طلع كتبت I love you dad happy birthday ماما انا كتبت هارت هارت هارت. شوفوا ما احلى خط سوار ماما وانا هارت هارت والهارت كتير حلو ماسا. هلا بدنا نحطهم في البوكس هدول انه عشان ما يبينوا. مرحبا اليوم رح نعمل حفلة لبابا. سواري الحمد لله صحصحت وطابت. اجلنا سربرايز لبابا 5 ايام علشان سوار مرضت. شوفوا سواري وماسا شو لابسين. وقفوا سوار شوفوا لبستهم الحلوة. هاي لبست سوار. هلا بابا ما بيعرف حكينا له رح نروح احنا على البحر ونغير جو. شو شعرات ما عملت فيهم كيرلي؟ قاعدين سوار وماسا بصوروا ريلز على الانستغرام. ادخلوا صفحتهم الانستغرام وشوفوا تصويرهم الريلز تبعهم. يلا سلام تعالي هون حطيت فلتر. يلا تعالي هون. اوكي 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 يو كان لاب لاب with me in the classroom. اوكي يلا اوكي يلا جاهزين سواري ماسا؟ يلا تعالوا نروح على البحر مع بابا. جينا نشتري كيكة لبابا. شو رأيك سواري شو بدك تختاري لبابا؟ ها انا بحكي اللوتس ازكى بيجي. شو رأيك؟ اختار اللوتس. ايوه انا عشق اللوتس. يعني في معاك ليتك لو اخترت الستروبري عشان بحب اكل الستروبري. لا بس بابا ما كتير بحب الستروبري. هاي جهزت الكيكة يامي. اوقات خلت تغل I am sick no problem that's why I cannot sing يعني. وصلنا المكان هيك قاعدة حلوة هادية بالليل. الجو كتير بجنن. شوفوا على البحر بس مش كتير مبين انها الدنيا ليل. انا اخترت يكون الوقت بالليل عشان يكون الجو شوي اهدى. سامعين صوت المي؟ هلا نروح نحكي لبابا انه اليوم عاملين لك مفاجأة. اليوم عاملين لك مفاجأة عيد ميلادك. يلا تعالي.
تعال تعال روح عنده على السيارة. ماري وماسة احكوا لبابا. بابا احنا عاملين لك مفاجأة. شو هو؟ احكي له. احكي له هاي يلا خلص. ان اليوم عيد ميلادك. احنا ما عملنا لك مفاجأة عيد ميلادك، هاي مفاجأة صار لي اسبوع بخطط لها. جد والله؟ والله. ايه وانا بحكي جايبهم هون ومين حط الاشياء المضوية هون. جد والله؟ والله. بس مشت عليك. مشت عليك؟ مشت عليك والله مشت. يلا انزل انزل نسهر هون. يلا يا ابو سوار. ام سوار يا اخي نيالك. محبتك غالي بقلوبنا يا ابو سوار. والله غالي على الكل. يلا. يلا. تفضل حبيبي. يلا. المفاجآت الحلوة هاي. بسط كتير. والله والله تسلمولي ها. شفت قديش منحبك. ما بمر هذا اليوم هيك. والجو بعدين اليوم بجنن. خصوصا عند البحر ها. كيف البحر والهواء. نعم حبيبي. ماما. أوكي أوكي ماما. تحت. إيش لح شوزك. يلا إيش لح شوزكم وعدوا. يا هلا يا هلا يا هلا. لا مش هون. خربتي يا ماس. شو هال القاعدة العالمية هاي عبادة؟ خربتي هنا. لا هاي عبادة عم بجهز في الكيكة. ساعدني الله يرضى عليه. شوف ردة فعله. بس بالك بولع. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. عقبال 100 سنة يا أبو سوار. شكرا شكرا. سنت زي ما بالعبد حبيبي. كمان نزلتني أنت على المحل وجبت لك كيكة وأنت مش عارف. أنت مش داري بالطوالة داري. والله وأنا عارف إن شاء الله. يلا قطع الكيكة يا بابا. يلا تعالوا ها. باي. تفضل ابو سوار. هاي هديتي انا وسوار وانا كمان لك هدية. جبنا لك يعني اضطرينا نجيب هدايا في الشمال. اضطرينا نخسر عشانك يا ابو سوار. شكلها شكلها مفاجأة الله يستر. لا لا والله ان شاء الله انه كويس. اوه هاي الساعة السبورت عشان بتخصك يعني. الله يخلي لي اياكم والله ما شاء الله. لا ما سكتبت لك الهارت وسواري الكلمات. انت كنت تعرفوا يعني ما حكيتوا لي؟ اه مش طرف. يلا شوف الهدية سواري وماسا. الله هذا اول ثياب. بدي ذوقك ان شاء الله عليكم. والله ذوقك والله ما شاء الله ذوقي بالاول اصلا ذوقي اني اخترتك انت يا ابو سوار. الله ينيالك ينيالك. شوف الكلام اللي بحرج مفاجأة يا اخي. انا كنت مريض هلا طبت خلص. ناسا كنت عارف انتم ما حكيتي لي. اه يا حبيبي جايك بابا بالهديه. الله يرضى عليكم. الف شكر لكم حبيباتي. كنا نسويك هديه. والله بحبكم كلكم الله يرضى عليكم. طيب هلا نشوف هديه عباده. اه بس سكر البوكس الاول اول شيء ماما. هلا هاي حاس فيها مقلب. لا فيش لا فيش مقلب. اكيد اكيد هاي هديه يعني مش بمقامك يا ابو سوار. والله وين مكانك يا ابو العبد. بس اضطرينا نجيب هديه علبة عطر. اه ايوه كريت. اوه الاوريجينال طبعا طبعا. اجيب لك انا يا ابو العبد. الله هاي اللي جبتوها انتوا اخر مره مع بعض. اه رحنا مع بعض على المول. الله يخلي لي اياك يا مسوار ما شاء الله عليك. والله طبعا اكيد تعرف علبة العطر هاي. اللي بحب العطورات انا بنصحه بعلبة العطر هاي. كيف الله ما شاء الله عليك. والله يخلي لي اياكم يا رب. امين يخلي لنا اياك. ساعه بعدين ماما بعدين افتحها.